بكم مشاهدينا، وصلنا معكم إلى فقرة حدث في مثل هذا اليوم. سنتابع أهم الأحداث التي حدثت تحديدا في مثل هذا اليوم في عام 1792. أعلن إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية الفرنسية خلال الدورة الأولى من المؤتمر الوطني، وذلك عندما أعلن خلالها نواب إلغاء الملكية في فرنسا. في ذلك اليوم خلع لويس السادس عشر بشكل رسمي، وانتهى ما يقارب من 8 قرون دون انقطاع من الحكم الملكي، وأيضا ولادة الجمهورية الفرنسية. أيضا نتابع بقية الأحداث. انتخب في مثل هذا اليوم في عام 1943 بوشار الخوري رئيسا للبنان، وشرع مع الرئيس رياض الصالح بحسم قضية الاستقلال اللبناني، لكن الفرنسيين اعتقلوه وهو الرئيس رياض الصالح في قلعة راشيا، وأيضا عينوا بداله أميل آدا. فثار اللبنانيون ثورة تظافر معهم فيها العرب، فأفرج عنهما واعترفوا باستقلال لبنان في 26 من نوفمبر عام 1943، وبقي 9 سنوات في هذا المنصب. أيضا حدث في مثل هذا اليوم في عام 1959 مشهدا تاريخيا، حيث أصدر الحاكم العراقي عبد الكريم قاسم قرارا بإعدام ضباط ناصريين اتهموا بالتآمر عليه بعد محاولة انقلاب فاشلة، وتم إعدام رئيس التنظيم العقيد رفعت الحاج سراي مع أصحابه أعضاء التنظيم الوطني، ونفذ حكم الإعدام في ساحة أم الطبول. وقد أثار هذا الأمر جدلا كبيرا، خاصة أن من أصدر الحكم هو قريب لقاسم، ما اعتبره البعض حاكما غير عادل. أيضا في عام 1980 ولدت الممثلة الهندية كارينا كابور خان في مومبابي، وهي تعتبر من أبرز الشخصيات المؤثرة فنيا وحتى اجتماعيا على مستوى الهند بل العالم. أيضا لعبت عدة أدوار بطولية في الأفلام الهندية، وحققت جميع أفلامها نجاحات كبيرة، حصدت على العديد من الجوائز العالمية، وتعتبر أيضا من أعظم